مساعدتنا انه نحن ننقل خدمات المشفى الى المنزل للعنايه عن قرب ببعض الاشخاص، لحتى نعرف اكثر عن هذا الموضوع وعن الاجهزه والرعايه المتقدمه اللي بتقدمها الرعايه المنزليه، ومين هم الاشخاص المستهدفين بهذه الخدمات المنزليه. راح يكون معنا اليوم يا زينب ضيفنا احمد الخير، استشاري اعاده التاهيل والطب الطبيعي. صباح الخير دكتور. صباح الخير دكتور. صباح الخير. صباح الخير يا هلا يا دعاء. صباح الخير يا زينب. يا هلا. صباح الخير دكتور. طبعا يعني الطب تطور والتكنولوجيا تطورت، وصرنا قادرين نحن نعمل منظومة مستشفى صغيرة في غرف المنزل للأشخاص اللي هم بحاجة لهذا يمكن العناية المنزلية عن قرب وعن كثب. مين هم أكثر الفئات المستهدفة بهذه الرعاية المنزلية؟ احكي لك عن خبرتنا نحن في الـ NMC في بروفيتا وبأميرا كير. نحن بنقدم هاي الخدمة وبنشتغل عليها كثير. الخدمة نوعين، الخدمة التمريضية والخدمة التأهيلية. المرضى اللي بنهتم فيهم هن اللي بيضلوا قاعدين في البيت، اللي ما بيقدروا يطلعوا من البيت، او اللي عندهم حاجات معينة. الافضل انه نحن نبعث لهم المعالج او الممرضة. بحالتنا بنبعث الممرضة احيانا او المعالج. انت هلا عم تركزي على العالم، الناس اللي عندهم من اصحاب ذوي الهمم يعني، فبنبعث لهم المعالج المنطق او المعالج الوظيفي او الطبيب او المعالج الفيزيائي لحتى يساعدهم بالبيت، بيحط لهم خطط علاجية تساعدهم على التحسن او على الحفاظ على وضعهم. العالم اللي أكثر منستهدفهم بهذا الوضع هن العالم اللي بيكونوا دائما في البيت ما بيقدروا يطلعوا، أو العالم اللي إذا أجوا لعنا على المشافي بيكون عندهم مشاكل بالتأقلم أو بالوصول للمستشفى أو بالوجود بين أشخاص كتار، فنحن منروح لعندهم على بيوتهم. تمام. يعني دكتور شو أكثر الخدمات المقدمة من قبلكم واللي تقدرون تخلوها متاحة في أيادي هؤلاء الأفراد من خلال المعالجة أو الخدمة والرعاية الصحية في المنزل؟ خدمات في المنزل تطورت كثير. انت في عندك زياره الطبيب، في عندك نوعين اساسيين من الخدمات، الخدمه التمريضيه والخدمه التاهيليه. الخدمات التمريضيه هي للاشخاص اللي بيحتاجوا ادويه، اللي بيحتاجوا معالجه جروح معينه، اللي بيحتاجوا الحفاظ على عندهم مجموعه مشاكل مرضيه بحاجه لزياره ممرضه بشكل مستمر او لزياره ممرضه بشكل متقطع. العلاج التاهيلي اللي هو كثير مهم بهالحاله هو العلاج اللي بنقدمه عن طريق خطة تأهيلية متكاملة بتشمل الطبيب، بتشمل المعالج الوظيفي والفيزيائي مثل ما قلت لك، ومعالج النطق والتغذية. بيهتموا بالمرضى وبيساعدوهم لحتى أنه يتحسنوا أو حتى لحتى دائما يضلوا عايشين ومتعايشين في المجتمع تبعهم. فنحن بنقدم هذا النوعين من الخدمات، سواء تمريضية أو تأهيلية أو الاثنين مع بعض. طيب دكتور، هل في بعض الحالات اللي تستدعي نقل بعض الأجهزة إلى المنزل لحتى يتم رعاية المريض بصورة أفضل؟ أكيد. تبدأ الأجهزة من وجود التخت الطبي إذا المريض بده يضل بالتخت، أو لحتى وجود الأجهزة الرياضية البسيطة يعني اللي بيستعملها المريض، أو اللي أهم من هيك إذا المعالجة النطق عم تزور المريض أو المعالجة الوظيفية، فهي بتحتاج أجهزة معينة لحتى تحسن قدرات النطق وتحسن قدرات الوظيفة الأيدي مثلا. فكل هالأدوات بتروح مع المريض، مع المعالج أو مع الممرضة، أو بتكون موجودة في بيت المريض ونحن منوفرها لكل مريض حسب حالته. فبنعمل له تقييم شامل لحاجاته ومنحدد شو بدنا نعمل. الهدف الأساسي إن العالم تكون أدرانا دائما تكون فاعلة بمجتمعها اللي هو ببلش من العائلة أو بمكان وجودها للمجتمع الكبير اللي هو عايشين فيه. فبوجود العناية التمريضية والعناية المنزلية بحد ذاتها صرنا نقدم هالخدمات أبعد من المستشفى، نقدمها في أقرب على بيت المريض أو في بيت المريض نفسه. تمام. يعني دكتور أكثر الأشخاص المحتاجين مثل هذه النوعية من الرعاية الصحية المنزلية هم كبار السن أو كبار المواطنين، شو أكثر الخدمات التي يتم تقديمها لهذه الفئة؟ هلا كبار السن وكبار المواطنين محتاجين لهدول الخدمات. بنقدم لهم خدمات تمريضية وخدمات علاج وظيفي وتأهيلي، معالجة ألم وحركة، كل هدول الأمور بنعملها. بس كمان الأطفال أو الأشخاص اللي ذوي الهمم بيحتاجوا هاي الخدمة لحتى يقدروا يعني يتحسن قدراتهم الاعتماد على النفس، قدراتهم في النطق، قدراتهم في الأكل، وهي كل الخدمات منقدمها في البيت. طيب شو هي يمكن الشروط اللي لازم توافرها بهذه الخدمات المنزلية لحتى تكون متاحة ومرخصة لتدخل بيوت الأشخاص اللي محتاجينها؟ المؤسسات يعني مو كل واحد بده يعمل مؤسسة طبية لازم يحصل على ترخيص، مو كل واحد فينا يفتحها، فلازم يكون في ترخيص. نحن بالنسبة لنا بناخذ الموضوع أكبر شوي، بنعمل
من نوع من انواع معايير الجوده العالميه لحتى نتاكد انه الخدمه اللي عم نقدمها صحيحه 100%. لازم يكون في ناس مهيئ مدربين بشكل صحيح، يعني ما بصير نوظف شخص نقول انه هو بيشتغل علاج فيزيائي بدون ما يكون متدرب في العلاج الفيزيائي. لازم يكون فريق متكامل حسب الخدمه. انا برايي لازم تكون خدمه عاليه المستوى، لانه المريض عم يوثق فينا كثير لحتى نروح لعنده على البيت نقدم له هي الخدمات. ففي معايير بتضعها وزاره الصحه والمؤسسات الصحيه اللي بتعمل التراخيص، بالاضافه للمعايير اللي بتاخذها المؤسسه اللي عم تقدم الخدمه لحتى تضمن النوعيه اللي عم تقدمها في العلاج. لانه المريض لما بيلاقي نوعيه كويسه في العلاج بيرجع بيستمر معنا، ومرضى غيره بيجوا، عرفت كيف؟ فلازم يكون النوعيه كويسه، ولازم تكون مرخصه بشكل واضح، ولازم مقدمي العلاج يكونوا مرخصين وكفؤين بشكل واضح. صحيح. يعني دكتور انت ذكرت ممرضين وايضا الاجهزه والخدمات وغيرها اللي تقدم لهؤلاء الفئات او هذه الاشخاص، لكن لو راح نتكلم عن زياره الاطباء، يعني متى الفترات او متى يحتاج المريض فعلا الى زياره الطبيب في المنزل؟ في نوعين من الزيارات حسب الخدمه، هلا نحن عم نحكي عن الخدمات الطبيه التاهيليه والتمريضيه، في كمان نحن بنعمل خدمات الغسيل الكلى في المنزل، هيك يعني كمان شغله عم نعملها من جديد. الزياره الروتينيه للمريض للطبيب هي زياره روتينيه، هي كل مريض بيزور الطبيب مره او مرتين في الشهر لحتى يتاكد عليه ولحتى يشوف انه كل شيء كويس، سواء في غسيل الكلى او في العنايه التمريضيه. بس في الزيارات اللي بتصير على حسب حاجه المريض، اذا الممرضه حست انه المريض مثلا وضعه مو كويس او انه تعبان او انه بحاجه استشاره، فممكن تتصل مع الطبيب، الطبيب موجود في مركز عمل بيرد على كل الاتصالات وبيجاوب على حاله المريض وتناقش هو بالممرضه عن الحاله. في النوعين من العلاج، واذا كانت اثناء عمليه غسيل الكلى في تواصل متواصل مع الطبيب، دائما موجود الطبيب مع الممرضه تقريبا عن طريق التواصل على الحاله، او اذا كان مضطر يروح. فالزيارة النوعية هي العادية بتكون مرة أو مرتين في الشهر، بس ممكن تصير أكثر من هيك بكثير إذا احتاج المريض. أهم شيء وجود الطبيب والممرضة والعمل هذا المنسق بيخلينا نقدر نفهم كمان إنه المريض صارت حالته بتستدعي نقله من البيت لمحل آخر، أو صارت حالته إنه صار هو مرتاح ما عاد بقى في حدا داعي يكون عنده، فبنعمل له تفريج من الخدمة حتى يرجع للمجتمع. يعني الشغلة تفاعلية، والزيارات الطبية في شيء دائما بيصير وفي شيء بيصير عند الحاج. طيب يمكن هذه بعض الحالات اللي بتستدعي يا زينب انه ينقل المريض للمستشفى، ولكن شو هي الحالات اللي بترفض الخدمات المنزلية انها تكون متوافرة عند هذا الشخص؟ شو هي الامراض اللي ممكن من المستحيل انها توائم هذه الخدمة المنزلية واللي دائما بيتطلب على المريض او صاحب الحالة انه يتواجد في المستشفى حصرا؟ لا، في حالات الاسعافية والشديدة هي لازم تكون في المشافي. هذا انت هلا حكيتي لحالك يعني، بس في كمان المرضى اللي هن ما بدهم بكون ما دكتور تسمعنا؟ احنا بنقدم العلاج المنزل للاشخاص اللي بيحتاجوا العلاج في المنزل، العلاج بالمستشفى او في المراكز الصحيه اللي بتقدم الخدمات سواء مراكز تاهيليه او في المشافي احيانا بيكون احسن حتى المريض يطلع من البيت حتى يروح يتابع حياته حتى يزور هاي الاماكن. فهو حسب نوع. يمكن الدكتورة عم تسمعنا؟ يمكن في شوية خلل بالصوت معنا اليوم يا زينب، بهذه يمكن معلومات كثيرة عم ناخذها وعم نتنور أكثر بموضوع الخدمات المنزلية. يمكن القرية العالم صار قرية صغيرة وقادرين نحن نوصل لكثير اشياء، ولكن انا دكتور كان قصدي تحديدا انه هل من الممكن انه يكون شخص بغيبوبة ويكون حاصل على خدمة منزلية كاملة؟ دكتور عم تسمعنا؟ دكتور معانا؟ هلا انت سالتيني عم اول شيء عم تسمعيني؟ عفوا ما بعرف اذا عم تسمعيني. نعم عم نسمعك. انت سالتيني اذا شخص بغيبوبة بيقدر يكون حاصل على خدمة منزلية صح؟ هذا ممكن طبعا، لانه نحن بنتعامل مع الاهل ومع الشخص ومع الفريق الطبي الموجود بيهتم فيه في المنزل اذا احتاج الوضع. اذا كان قدران يكون بشكل سليم ويعني انه ما انه خطير في المنزل، طبعا
بيقدر يحصل على الخدمة المنزلية في المنزل. أنا ما بعرف إذا جاوبت على سؤالك، لأني أنا هلا ما بقى عم بسمعك منيح، ما بعرف إذا أنا أكيد عم بسمعك، ويمكن كان تحديدا إنه وحدة العناية المركزة، اسمها وحدة العناية المركزة، فهي يمكن بدها أجهزة كثيرة، كوادر طبية مؤهلة جدا. وحدة العناية المركزة لمست ما وصلناها على البيت. لسه هاي وحدة العناية المركزة، المريض ياخذ العناية المركزة في المستشفى، بس ما وصلناها على البيت. يمكن هي هذا المركزة بتحتاج ممرضة لمريض وأطباء كتير، لسه ما وصلناها. بس العناية في آخر العمر وصلناها على البيت. تمام. يعني دكتور، احنا قلنا انه ممكن تكون الرعايه المنزليه لبعض الامراض وبعض الاشخاص اللي عندهم مشاكل صحيه، لكن في بعض الاهالي ممكن عشان عندهم ناس كبار في السن او كبار المواطنين او بعض الاطفال اللي هم يعتبرون من فئه اصحاب الهمم يحتاجون الى هذه النوعيه من الرعايه، شو الاشياء المطلوبه من الاهالي عشان يقدمون على مثل هذه الخدمات؟ يتواصلوا مع الشركه اللي بتقدم الخدمه، مثلا نحن يتواصلوا معنا أو أي شركة ثانية بتقدم الخدمة. الشركة بتعمل تقييم، والتقييم بيكون محدد، بيحدد فيه مع الأهل نوعية الخدمة اللي بيحتاجها المريض، وبتسم طلب الموافقة من شركة التأمين أو المؤسسة الصحية اللي بدها تغطي كلفة العلاج أو من أهل المريض. فالأول شيء هو أنه يكونوا بيعرفوا الأهل أنه في هيك علاجات. إذا الأهل خايفين على ابنهم أو على أهلهم أنه يطلعوا برات البيت أو في مشاكل بتمنعهم يطلعوا، سواء نفسية أو طبية، يتواصلوا معنا ويتواصلوا مع الشركات اللي بتقيم، والشركات بتعملهم زيارة وبتبدأ الخطة. طيب، إذا بدنا نسأل عن التكلفة، هل تكلفتها مقاربة لتكلفة المشافي أم هي أعلى كونها خاصة ومنزلية؟ لا، بتخيل أرخص، لأنه بدك تتذكري أنه في المشافي في عندك كتير علاجات عم تدخل بالموضوع، في عندك تكلفة السرير تبع المستشفى، بس هون لا، السرير في بيت المريض، فبتخيل أنه أرخص. يعني هي كوست افكتيف، يعني انه التكلفه مناسبه لكميه العلاج اللي بتتقدم. فبالحاله الاخيره هي نقاش بين الاهل وبين شركه التامين او بدون شركه التامين مع الشركه المقدمه للخدمه. فهي الهدف منها انه تقديم عنايه مناسبه لكل مريض في منزله، فبتخيل انه العلاج بيكون بكثير احيان اقل كلفه، بس بده يكون الشخص مؤهل له. جميل. يعني دكتور، أتوقع إحدى الخدمات المقدمة أنكم تقومون بعمل بعض الفحوصات، نقول والتحاليل المخبرية اللازمة لبعض المرضى. هل ممكن أيضا أن تتم نقل بعض الأجهزة الخاصة بالأشعة، يعني بعض الأنواع من الأشعة ممكن يتم عملها في المنزل المريض، ولا يجب نقلها إلى المستشفى؟ لا، إذا الأشعة إذا الأشعة سينية أو مقطعية ما بتصير بالبيت، لأنه ممكن يكون في خطر بالإشعاع. بس اذا الالتراساوند هو الجهاز اللي عم نستعمله، هذا جهاز نقال. اذا المريض بيحتاج مثلا طبيب يعمل له التراساوند للركبه او للظهر او لشيء، بينعمل في البيت، او الافضل ينعمل في المستشفى. بس اذا اضطر الامر ممكن ياخذ معه الشخص، مو الاشعه الاساسيه هي، لا ما بتصير بالبيت، بس الالتراساوند يعني جهاز الامواج فوق الصوتيه ممكن يصير في البيت. طيب، يمكن عم بتسأل إنه إذا الخدمة تقدم منزلياً من شكل عبر كوادر طبية مؤهلة ومتخصصة، ولكن الأجهزة دائماً الإلكترونية بالرغم من التطور إلا أنها بتحتاج صيانة ومثل تشيك أب يا زينب لحتى الواحد يتأكد إنه الأجهزة عم بتقوم. تمام. كيف عملية الصيانة؟ كل أربع شهور بيروحوا بيعملوا لها تقييم المهندسين البايو انجينير، يعني احنا نسميهم، على بيوت المرضى، وبيتاكدوا ان كل الاجهزه شغاله. لازم يعملوا لها زيارات دوريه. تمام. يعني بالتالي دكتور، هي عديد من الخدمات وايضا الكوادر الطبيه والاجهزه المتطوره والتقنيات الحديثه اللي اكيد تخدم المرضى والفئات المستهدفه من الخدمه والرعايه المنزليه الصحيه. دكتور احمد الخير، استشاري التاهيل والطب الطبيعي، شكرا لك دكتور، يعطيك العافيه. شكرا يا زينب، يعطيك العافيه. مشاهدينا، شكرا لكم. الله يعافيك دكتور، الله يعافيك. مشاهدينا، فاصل ونرجع نكمل مشوارنا الصباحي، انتظرونا.